هي راعي المحبة الأولية، ارحم اللي حاله من الشوق باري، ارحم عيون مدامعها شقية، حبيت عيوني من أسباب انتظاري، وتعرض للأنسانيس العذية، علها تطفي لهيبن منك جاري، وأنت تأخذني على أدنى خطية، لا تخليني على الأبعاد ضاري، انتظر كل يوم الصبح وقفية، لا تخليني على الأبعاد ضاري. سلامتكم جميعا. صح زانك ربي يطول عمرك. طبعا أنا ما زلت مصر، وكذا مرة أتكلم فيها بوجود أبو سالم، بما أنه ما شاء الله تبارك الله أغلب قصائده الشباب شلوها، أنا كذا مرة أتكلم أقول أنا لازم أني أجرب في عالم الشيلات، وجيت لأبو محمد بما أنه خوي قلت فزالي أبا أدخل في هذا المجال كتجربة مرة واحدة، أبا أشيل، أبغى الناس تنتقد عادي، بس أبغى اسمي أنا جربت شلت شيلة. ما قصر جاله يسلم، قال أبشر بسعد، ولكن معين شيلة الحين. فبما أن أبو سالم موجود تسمح لنا أن نشوف من قصائدك طال عمرك ونشلها. أنا يمكن أشلها في بريطانيا، ترى في هناك إن شاء الله في تسجيل ذا، ولكن تسمح لنا أن نأخذ من قصيدك أبو سالم؟ أنا أخوك صغير وولدك مناح. الله يطول عمرك يا أبو مشعل. أنا كلي أنا وقصايدي لك يا حبيبي. مرة يا أبو مشعل أقول عسى الله يطول في عمرك ويخليك لي. وأنت يا أبو مشعل أطيب من الشعراء والمنشدين. عسى الله يطول في عمرك. ما عليك زود. ونعم يا أبو مشعل. ما عليك زود، عسى عمرك طويل. الأستاذ غسان تفضل.